اتعمل المؤسسه بقى يا استاذ محمود وانا بس الاستاذ جمال علشان نقدر يا جماعه نستفيد من اللي حصل. اللي حصل مش بس حصول النادي الاهلي على جايزه تعتبر بطوله للبطولات، لانه ان انت تاخد بطوله عاديه ده ربما يكون مجهود بدني، مجهود ذهني، مجهود فني في الملعب، خدت بطوله او خدت ميداليه، لكنه ان انت تاخد جايزه في الابداع الفكري، ان انت تاخد جايزه في تميز العمل الاداري، ان انت تاخد جايزه بتعبر عن قيمه ما انجزته من ابتكار لافكار جديده خلاقه اضافت الكثير، سواء انت بتستشرف بيها المستقبل او بتعظم بيها مواردك الحاليه في التمويل الذاتي. هنا الملف اللي حاز هذه الجائزه للنادي الاهلي حاز بين 54 ملف تنافسه على جائزه العمل المؤسسي في الابتكار. فنحن متخيلين نتيجة ما أنجزه النادي الأهلي وقيمة ما أقدم عليه مجلس إدارة النادي الأهلي لما تعاقد مع شركة وطنية بحجم وقيمة شركة استادات من تجربة في المجموعة الاقتصادية، أضاف إليها الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة الكثير من الأفكار الخلاقة الجديدة اللي خلت أنت مش بس بتتكلم على مواردك، ما هي مواردك معروفة كل العالم صح. بيشتغل على حقوق الرعاية وحقوق البث، لكن أن أنت تقدر تضيف لي المقومات الاقتصادية والموارد المادية بتاعتك، تقدر تضيف أفكار جديدة تجيب لك فلوس تساعدك على التمويل الذاتي، تواجه بيها جائحة كورونا، الجائحة اللي ضربت اقتصاديات الدول مش الأندية العالمية الكبيرة فقط، كل أندية العالم تقريبا حتى الأندية العظيمة في مواردها واقتصادياتها الاحترافية أقدمت على تخفيض رواتب وعقود المدربين، أقدمت على تخفيض رواتب العاملين واللاعبين، كله خفض. النادي الأهلي هو الوحيد الذي لم يمس فيه عامل، ما فيش عامل أو موظف أو لاعب أو مدرب أدير برغم هذه الجائحة الضاغطة جدا على اقتصاديات النادي وكل الأندية. النادي الأهلي قدر يقف على رجليه في مواجهة هذه الجائحة ليه؟ لولا هذه الأفكار الخلاقة، لولا هذا الإبداع في الأداء، لولا هذه الفكرة اللي انت من خلال المجموعة الاقتصادية وغيرها من الأداء الرياضي المنضبط، وأنا هنا بحط تحت المنضبط 20 خط، لأنه لما يكون في عمل بيحظى إلى هذا بهذا القدر من الانضباطية والمسؤولية والمتابعة والرقابة، الرقابة السابقة اللي الناس ما بتعرفوش إن النادي الأهلي لا يقدم على أي مزايدة أو مناقصة دون وجود مندوبين عن الجهات الرقابية المختصة في رقابة سابقة قبل إنجاز أي مشروع، ناهيك على أن أنت بتسند أعمالك للشركات الوطنية المسؤولة في الدولة لإنجاز كل هذه المنشآت، لكن أنت ما كنتش هتقدر تقف على رجليك وتكرم النهاردة في هذه اللقطة وهذا الحدث الكبير لولا أن أنت عندك قدرة على الابتكار، عندك قدرة على الإبداع، عندك قدرة على الأداء المختلف، عندك قدرة على أن أنت تحط ناديك ومن ثم وطنك الرياضي في المكانة التي يستحقها. النهارده يا استاذ جمال بهذا الشكل النادي الاهلي بياخدنا لمنطقه تانية، ضروره الاداء غير التقليدي، ضروره بالزبط. الخروج من النمط من النمطيه. على فكره انا كلامي نابع من كده يعني انا لما بقول لحضرتك الاداره بالاهداف واختيار الكوادر ومتابعه العمل هو ده شغل مؤسسات ان انت يعني مخطط بتعمل ايه وعايز توصل لايه فانت لما بتحدد هدف يعني بتوصل له لو انت بتنفذه او بتحاول توصل له بطرق علميه ومنظمه هتوصل لهذا الاداء وهو ده اللي احنا نتمناه على كل الاصعده ونتمنى ان يكون النموذج متكرر يعني احنا مش ضد على فكره ان انديه كتير ولا مؤسسات كتير تنجح بالعكس المطلوب الكل ينجح بالظبط يعني الدولة ده انجح ليا هي الدولة عبارة عن مؤسسات طبعا وهيئات ليه دايما بنقول القوات المسلحة عشان انضباطية بالظبط وتحديد اهداف ونجاح في تحقيق الاهداف بالظبط.